كما كتعرفوا الدور الاول حنا متصدرين مجموعه شاطر جنوب، فزنا في 3 مباريات متتاليه، فزنا على فريق النهضه الاكاديريه، وفزنا على فريق الوداديه المغربيه للمعاقين، وفزنا على فريق خطوه. هذا اللي كيمنحنا تصدر المجموعه. ان شاء الله نديو البطوله هذه، البطوله الوطنيه لكره القدم بطوري الاطراف، وكنتمنوا ان شاء الله هذه الكره القدم بطوري الاطراف يكون عندها واحد الاشعاع كبير هنا في المغرب، ويتزادوا فرق وحدين اخرين، ويجوا لاعبين اللي تكون عندهم تاوما اعاقه بحال هكا، تاوما يجوا يشاركوا ويلعبوا يمارسوا هذه الرياضه. كما كنشوفوا عندنا لاعبين هنايا، اللاعبين اللي عندهم فرج لهم كما كنقولوا، اللي يقدروا يعطوا دوليا. كما كتعرفوا المنتخب المغربي اللي كان في بولندا حقق نتائج ايجابيه وحصل المركز الثالث دوله بعد الاكراهات وداك الشيء لو كان داو البطوله ديال بولونيا. والحمد لله احنا عندنا الدراري تايقين فيهم، عندنا منتخب تايقين فيه، وان شاء الله في هذا كاس العالم بتركيا نتمنى يحققوا شي حاجه ايجابيه ان شاء الله. وكما كتعرفوا المنتخب التركي حتى هو منتخب متفوق، حتى هو عنده لاعبين كما كتعرفوا الدوري التركي فيه بزاف ديال الفرق، تقريبا على ما شي 20 فريق ولا 30 فريق في الدوري التركي. اما كما كنشوفوا بزاف ديال اللاعبين في المغرب كيمشيو يحترفوا تما، كيدوزوا واحد التجربه تما، كتشوف كتحك معاهم في الكره باش كتعلم وكتعطي. المغرب ما كتلقاش لا الدعم، بعد خطر ما كتلقاش كاع الملعب فين كتلعب، خاصك بزاف ديال تغوط وكذا كما كنقولوا باش يلا توفر لك ابسط الحوايج. اما بالنسبه للدعم وداك الشيء ما كاينش هنا في المغرب، الدراري كيتقاتلوا من عندهم، كيخسروا من عندهم باش تاهم باش يشوفوا هذه اللعبه. وكما كاين الدراري بزاف عزيز عليهم كره القدم، هي الرياضه الاكثر شعبيه في المغرب. ايوا كنداء المسؤولين يعطوا اهميه لهذه كره القدم بطوري الاطراف، والناس ديال ذوي الاحتياجات الخاصه كاملين. وكنتمنى تكون شي مسانده ماديه ومعنويه لهذه الفئه هذه، لحقاش هذه الفئه هذه في المغرب ما واخدتش الحق ديالها، ونتمنى شي مسانده تكون كبيره ان شاء الله.